دايما دموع دموع دموع، دايما دموع دموع دموع. هيا انا كادر نط ما تقعد، عطيت الشمله على الاخرى هذه نط تقعد. شبقوا حنا كلنا نهضروا معاك، واش ما كتسمعش؟ قلت لك هين تما ما كتفهمش. هضرنا معاك، هضره وحده كيقولها الناس. سير اصاحبي يلاه نط ما نط. وانت واعد بينا، وانت واعد ما يقولش بيا. واش هو من بعد هنا ما غاديش ولا في ديك داير ما غاديش 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 تا تي لقاك تما تشوفني هاد البريله باش ديك السنويه. اه بلاتي اه بلاتي اجيو واش اجيو هاد البريكه كي دايره الصح الله. الشاف الله يرحمه 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 ال
داكشي كيف نور معايا خاصني والله ما عندي ما ناكل لحظه ثانيه يلا لحظه ما نسالاش راه ديما معاك ما نساك غير طبر هنا تسيب وقف هنا اش هنا اش ريح اراد اكسي اراد اكسي لي فيكري اراد اكسي لي فيكري حقاره دوما حقاره ارا انا نوت سير معاك انا نوت انا كاين شي حاجه اسي سير شفاره حقاره دوما يا الله ما بعد مرور 3 سنوات تغيرت أحوال أيوب من شمكار إلى رجل أعمال، والفضل كله يعود بعد الله سبحانه وتعالى إلى العمل النبيل الذي قام به أيوب، إذ هم بمساعدة صديقه الذي تعرض للسرقة، فقام أبوه بمساعدته وتوفير له فرصة العمل، وهذا ما جعله ينتقل من رقعة الفقر إلى رقعة الصرف، والعقة يعني النقود أو ما يسمى بالبينجا. سلام بخير لاباس 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 عيدورك ميجي عندك وعارف وسط الحركة دي الليل دكتاب شامل ولي يطرس راسو باطرون احنا باطرون ومرض بيه الولي بزز تفعلين دفعلي محبك العشب Take me back. She might have thought.
انا غنعاونك ولكن خاصك تخرج من هذا الحاله. هذا هو اللي كان بيت هذا هي الله صافي بان هاي خايا عرفتيني ما خبيش عليا غير ما خبيش عليا جاوبتنا الزنقة حيت شوافة زماننا ماشي في حال زمانهم هما ما كانوش من الفقر خوافة.